تبنت بعض البلديات السويدية مشروعاً يعرف بصديق اللغة، يساعد الوافدين الجدد على التحدث واكتساب مهارات اللغة من خلال صديق سويدي. ويمكن اعتبار هذا المشروع إحدى الطرق العامة لتعلم اللغة والتدرب عليها. تفاصيل أكثر في تقرير يسار لبه. إن كنت تود تعلم اللغة السويدية من قبل صديق سويدي، أصبح بمقدورك الآن من خلال مشروع صديق اللغة السبروكفين، والذي قامت بعض البلديات السويدية بتطبيقه لتسهيل عملية تعلم اللغة. دعونا نتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا المشروع. بادرت بعض البلديات السويدية لتطبيق مشروع صديق اللغة السبروكفين، والذي أسس قبل حوالي العامين كمشروع يدعو للتعارف وتعلم اللغة السويدية وممارستها عن طريق التقاء القادمين الجدد بأصدقاء سويديين، حيث يتم تبادل الثقافات فيما بينهم، ويتعرف الوافد الجديد على المجتمع السويدي وعاداته، وبذلك يكسر حاجز القلق والخوف الذي يرتابه. projektets syfte är att svenskar och nyanlända ska få träffas tillsammans. هدف مشروع صديق اللغة أن يلتقي السويديون والقادمون جدد ويتعرف بعضهم على بعض ويتعلموا اللغة السويدية اليومية، ومن المهم أن نعرف أن الشخصين بنفس القيمة في هذا المشروع، وهو بالكامل تطوعي. Alla som är med i projektet är med frivilligt. يقدم الطرفان اللذان يرغبان بالتسجيل في هذا المشروع أوراقهما إلى البلدية أو عن طريق موقع البلدية على الإنترنت، فيسجل أسماءهم وأعمارهم واهتماماتهم، ويقوم المسؤولون عن هذا المشروع بالبحث عن صديق مطابق للمواصفات المطلوبة، ويتواصل الطرفان، وأخيراً يتم اللقاء والتعارف بينهما، وهو ما حصل مع يان صديق اللغة السويدي. under den här tiden så tycker jag för min egen del har gett väldigt mycket. في هذه الفترة حصلت أنا على كمية أكثر من المتوقع من الفائدة والخبرات والمعلومات عن الحضارة السورية التي قدمها صديقي اللغة خاصتي، وقد عنت لي الكثير. وأنا أعتقد أني أعطيتهم أيضا الكثير من المعلومات عن الحياة السورية. اللقاء عادة ما يتجدد أسبوعيا في أحد الأماكن التي يتفق عليها الطرفان، ويتم خلال اللقاء التعاطي والتحدث باللغة السويدية، مما يجعل الحياة اليومية والتعامل فيها أسهل، كما أن دائرة معارف الوافد الجديد في البلد الجديد ستصبح أكبر، وذلك بوجود صديق سويدي داعم يقدم مساعدته بشكل تطوعي. أنا واحد من الناس اللي كنت ولا زلت في مشروع السبروكفين. طبعا بلشت فيه مشان نقوي لغتي السويدية، وبالفعل هذا الشيء صار. لما صرنا نطلع أنا وصديقي صديق اللغة تبعي نحكي سويدي دائما، بس كنا نطلع سوا كنا نحكي سويدي، فكتير استفدت من المشروع. عن طريق مشروع صديق اللغة تعرفت على شخصين أو صديقين اللي هن صديق سويدي وكان صديق عربي كمان سوري معي، وعن طريق هذا الصديق قويت لغتي كثير بشكل كثير كبير. فأنا كان أدرس في المدرسة قواعد وأخذ كلمات والقصص، بس ما كان فيني أطبقها بالأرض الواقع. عن طريق هذا الصديق قدرت أطبق هالمعلومات عندي. صديق اللغة هو أحد الطرق التي يمكن وصفها بالجيدة لتعلم اللغة السويدية، حيث أن عدد المستفيدين من هذا المشروع على مدى عامين بلغ حداً لا يمكن الاستهانة به، كما يمكن اعتباره دليلاً للتعارف بين مكونات المجتمع السويدي القديمة منها والحديثة. يسار لبي، أورينت نيوز، فالكنبيري. يكاد لا يمر أسبوع دون أن نسمع عن حادثة اعتداء عنصرية أو خطاب كراهية تعرض له لاجئون في البلدان الأوروبية، وخاصة مع صعود بعض الأحزاب الرافضة لوجود اللاجئين الذين لا يدركون حقوقهم، ما يجعلهم عرضة للخطر. فكيف من المفترض أن يتصرف اللاجئ في حال تعرضه لمثل هذه المواقف؟ نتابع التفاصيل في تقرير عمار دندش.
التحول السياسي نحو اليمين في النمسا مرتبط بشكل أو بآخر بتحول اجتماعي، وهذا ما ينذر بارتفاع نسبة الحوادث العنصرية ضد اللاجئين. حوالي ثلثي الناخبين النمساويين أدلوا بأصواتهم للأحزاب اليمينية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهذا ما وجده مراقبون مؤشراً على احتمالية ارتفاع نسبة العنصرية في المجتمع بسبب الدعاية السلبية التي استخدمتها هذه الأحزاب ووسائل إعلام تابعة لها ضد الأجانب وعلى رأسهم اللاجئين. نتيجة الانتخابات الأخيرة أشارت إلى أن العنصرية مشكلة قديمة وليست طارئة على المجتمع. نحن نجمع البيانات ونسجل الانتهاكات والحوادث العنصرية، ولاحظنا أن هذه المشكلة بتزايد مستمر وأثرها سلبي على اللاجئين وعلى المسلمين بشكل عام. من الصعب قول ذلك، لكن المشكلة يبدو أنها في تفاقم. بالرغم من أن نسبة الاعتداءات العنصرية المسجلة ضد اللاجئين في النمسا منخفضة مقارنة بباقي الدول الأوروبية، إلا أنها بارتفاع مستمر، حيث سجل أكثر من 1100 حالة اعتداء العام الماضي بحسب تقرير لمنظمة زارا المناهضة للعنصرية. يتساوى اللاجئون والنمساويون إلى حد ما بالحقوق والواجبات، وتضمن وزارة الداخلية النمساوية الحفاظ على أمن وسلامة جميع من يسكن على أراضيها. مع اقتراب شبح اليمين من الحكم، بدأ الناشطون بحملات توعية للاجئين في حال تعرضوا لأي اعتداء أو حادثة عنصرية، وأكد السيد ألفريد شون الضابط في قسم شرطة فيينا أن مؤسسته تقف على مسافة واحدة من الجميع وسيستجيبون مباشرة وفق القانون لأي بلاغ. كل من يتعرض إلى مشكلة يجب عليه أن يذهب إلى قسم الشرطة ويتحدث هناك مع المسؤولين ويشرح لهم ما حدث ويطلب المساعدة، بالتأكيد سيحصل عليها إن كان فعلا في حاجتها. من المهم في حال تقديم شكوى للشرطة عند التعرض لحادثة من هذا النوع أن تكون القضية مدعومة بشهود أو مقاطع فيديو، هذا وقد قدمت عشرات البلاغات ضد تعليقات عنصرية على صفحة هانز شتراخي رئيس حزب الحرية اليمينية في القصة الشهيرة للاجئ رمى بنفسه أمام ترامب، وقد حكم بعض منهم. يجب علينا أن نحارب العنصرية بكل السبل، ويجب ألا نسمح للمجتمع أن ينجرف أكثر باتجاه الهاوية. الأجانب والمسلمون واللاجئون من حقهم العيش بأمان هنا، وهذا ما يضمنه الدستور النمساوي. تقف منظمات المجتمع المدني موقفاً صارماً في وجه خطاب الكراهية الذي بثته الأحزاب اليمينية وبدأ بالانتشار في المجتمع، وسيستمر الحراك إلى أن تهدأ الأجواء وتعود إلى طبيعتها. عمار دندش لبرنامج مهجركم من العاصمة النمساوية فيينا. ومن فيينا إلى لندن، فبإمكانك اليوم كسوري الحصول على الجنسية البريطانية شرط أن يمر الطريق لذلك من تركيا وفقاً لمعاهدة أنقرة. مزيد من التفاصيل في تقرير جوان إبراهيم. في الآونة الأخيرة هناك مجموعة من السوريين حصلوا بالفعل على الجنسية التركية، وبحسب اتفاقية أنقرة المبرمة بين تركيا والمملكة المتحدة لعام 1973، يحق لحاملي الجنسية التركية الحصول على الإقامة البريطانية عن طريق الاستثمار وبشروط سهلة جدا مقارنة بأنواع التأشيرات الأخرى، أو حتى مقارنة بنفس التأشيرة لحاملي الجنسيات الأخرى. هذه المعاهدة أعطتهم مدة سنة بداية ثم 3 سنوات، وبالتالي بعد ذلك يعني 4 سنوات يستطيع الحصول على الإقامة الدائمة والحصول على الجنسية في مرحلة لاحقة. هذه المعاهدة فعليا إذا ما قارناها بالمعاهدات الأخرى أو الاتفاقيات أو قواعد الهجرة الأخرى نجد أن لديها الكثير من التسهيلات. هذه الاتفاقية ساعدت الكثير من الأتراك في الاستثمار في بريطانيا والحصول على جنسيتها
بعد مدة 5 سنوات مثل رجل الأعمال نزير الذي استفاد من هذه المعاهدة باستخدام العديد من أفراد أسرته وحتى أصدقائه لفتح مشاريع في بريطانيا بشروط ومبالغ بسيطة إذا ما قورنت بتأشيرة رجل الأعمال لحامل الجنسية السورية على سبيل المثال. أفضل بنت اتفاقية أنقرة الخاصة بالأتراك هو أن الشخص يستطيع أن يقدم ابتداء من 1000 جنيه إلى 1,000,000 جنيه للحصول على فيزا الاستثمار في المملكة المتحدة، ولكن فيزا الاستثمار للدول الأخرى تتطلب أن تملك على الأقل 200,000 جنيه. من ميزات هذه التأشيرة عدم المطالبة باجتياز فحص اللغة للحصول عليها، وكذلك إمكانية اصطحاب الأسرة مع توفير الدراسة للأولاد والطبابة للأسرة مجانا. وأيضا يمكن للطلاب الأتراك الذين يدرسون في المملكة بتغيير نوع إقامتهم إلى إقامة الاستثمار كحال السيد ألباي بعد إنهاء دراستهم. في عام 2010 أردت البقاء في المملكة المتحدة لأني لم أرد أن أعود إلى تركيا بسبب عدم توفر فرص العمل هناك، لذلك قدم لي المحامي فيزا رجل أعمال للبقاء هنا. هذه التسهيلات في تأشيرة رجل الأعمال هي فرصة إضافية لكل سوري حصل على الجنسية التركية بأن يستثمر في لندن في مدينة طالما كانت الوجهة الأولى للمستثمرين العرب. لبرنامج مهجركم جوان إبراهيم، أورينت نيوز. نبقى معكم في جولة على أبرز ما تناولته وسائل الإعلام الغربي فيما يتعلق بقضايا اللاجئين. ضبطت الشرطة التركية 5 لاجئين سوريين بينهم أطفال مختبئين داخل حافلة صغيرة أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان من خلال معبر بازاركولي التركي. وقالت صحيفة حريات تركيا إن قوات الجمارك المنتشرة عند المعبر شكت بالسائق عندما بدت علامات الارتباك على وجهه، وقرروا حينها فحص الحافلة عبر الأشعة السينية. وأضافت الصحيفة أن السائق اعترف بوجود لاجئين مختبئين داخل القسم الخلفي للحافلة وتم تسليمهم لمديرية الهجرة في المقاطعة. قضت المحكمة العسكرية في مدينة بيرن السويسرية بسجن فرد من حراس الحدود تسبب بوفاة جنين امرأة سورية. وقال موقع بليك السويسري إن الحارس كريستيان كان مسؤولا عن إعادة مجموعة من اللاجئين إلى إيطاليا ورفض طلب امرأة حامل بالحصول على مساعدة طبية ما أدى لوفاة الجنين. وقضت المحكمة بسجن كريستيان لمدة 7 أشهر وتغريمه ب9,000 فرنك سويسري. وقال والد الجنين إن الحكم غير منصف حيث كان المدعي العام قد طالب بسجن الحارس 7 سنوات. أحالت اللجنة الأوروبية كل من بولندا وتشيك وهنغاريا إلى القضاء الأوروبي بسبب رفضهم أخذ حصصهم الإجبارية من طالبي اللجوء. وقالت صحيفة NCR الهولندية إن المحاولات السابقة مع هذه الدول للالتزام بحصصها الإجبارية من اللاجئين لم تجدي نفعاً. وكان أعضاء الاتحاد الأوروبي اتفقوا منذ 2 على إعادة توزيع 160,000 لاجئ موجودين في اليونان وإيطاليا على دول أخرى في الاتحاد. وكان من المفترض أن تكون حصة التشيك حوالي 2,000 شخص، ولكنها لم تستقبل سوى 12 لاجئاً. ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل سوري في نقطة تفتيش حدودية في ولاية بافاريا بتهمة تهريب 3 أفغان إلى ألمانيا. وقال موقع بريس بورتال الألماني إنه من المتوقع أن يواجه السائق البالغ من العمر 36 عاماً قضية جنائية عما قريب بجرم تهريب الأجانب. وتم نقل الأفغان 3 إلى مركز مؤقت لاستقبال اللاجئين إلى حين البت في أمرهم.